بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده مباراه مهمه جدا 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 في الدوري الممتاز، وهي لقاء نادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا. ماتش مهم طبعا جدا لان بيساوي 3 نقط، يعني النادي الاهلي بيسعى ليهم النهارده لمواصله ان شاء الله حظوظه في اعتلاء القمه مره اخرى، طبعا بعد الانتهاء من اللقاءات المؤجله له باذن الله بسبب مشاركته في البطوله الافريقيه، وطبعا علشان يعوض اللي حصل في الماتشين الاخرانيين في البطوله المحليه. لكن قبل ما اتكلم عن الماتش النهارده، في موضوع مهم جدا 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 هنقف بس هنا شويه عايز اتكلم فيه. التحكيم ما شاء الله، التحكيم بخير ما شاء الله. اللي انا شايفه الفتره الاخيره في المباريات الاخيره دي احنا شفناها كلنا، التحكيم المصري بخير والحمد لله رب العالمين. كل واحد بياخد حق، مفيش حد بيجي على حساب فرقه عشان فرقه تانية، ده اللي احنا شايفينه. اللي بياخد اللي محتاج انذار او يستاهل انذار بيديله انذار، اللي يستحق طرد يديله طرد. حتى مع الفار ما شاء الله ارائهم متوافقه مع بعض جدا جدا جدا، مفيش حاجه مخالفه. يعني حكم يروح للفار، لا ما شاء الله بيعمل اللي الفار بيقول له عليه بالظبط. ما كانش ناقص غير ان الحكم يلبس فانيلا الفريق اللي هو منحاز ليه. ما ده هو الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه بصراحه. يعني حاجه مستفزه. حاجه فوق الوصف. حاجه مش قادر اقول عليها حاجه، يعني مش عايز اغلط واقول كلمه تتاخد عليا، انما اللي احنا شفناه ده لا ده فوق الوصف. ايه ده؟ يعني ناقص ايه؟ ناقص ايه في الكوره؟ في التحكيم ناقص ايه؟ ده اللي انا عايز اعرفه بس كمشاهد، مش كمنتمي للنادي الاهلي، كمشاهد. يعني هو النادي الاهلي لما طلب حكام اجانب ليه كمان يطلب حكام اجانب لبقيه الفرق المنافسه ليه؟ ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ يعني هو انا مش فاكر اسم الحكم، لان انا شفت الماتش بس مش فاكر اسم الحكم، بس هو حكم معروف عمل كل حاجه غلط في التحكيم. انا مش فاهم، هو في محاسبه؟ يعني في محاسبه من لجنه الحكام؟ اصل مش اول مره، دي مش اول مره، احنا شفنا كل حاجه غلط بتتعمل لحساب فرقه على حساب فرقه تانية. طب ايه المطلوب؟ ايه المقصود؟ نعمل احنا ايه؟ طيب احنا كل اللي بنطالب بيه كنادي اهلي العداله، بس العداله لكل فريق، كل فريق ياخد حقه من غير بقى ما تشوف احمر ابيض اصفر اخضر، لا طبعا. يعني لو انا اخطات كنادي اهلي اديني حق، انا اخطات بعيد عن المستوى. طب ما احنا اشدنا بالكابتن محمود البنا الماتش اللي فات والنادي الاهلي تعادل مع طلائع الجيش، واشدنا بمحمود البنا وقلنا عمل ماتش كويس، انما اللي بيحصل في بعض الماتشات التانيه لا فوق الوصف طبعا. انا كل اللي انا عايزه ايه كنادي اهلي؟ اديني حقي وبس. في خطا عليا يا عم احسبه وادي المنافس حقه، ده امر طبيعي وانا مش هزعل. انت لما تحسب الصح للمنافس وتحسب الصح ليا، ما انا هسقف لك في الاخر حتى لو الاخطاء ضدي برضه هسقف لك، مفيش اي مشكله، لان انا شايفك كنادي اهلي بتطبق العداله فقط وده المطلوب. هو كل حكم، انا عايز اعرف بس الحكام اللي هي بتلعب الماتش وبعد الماتش بيبقى فيه ردود افعال بتوصل لها، ما بيشوفش نفسه في الماتشات دي عمل ايه؟ ما بيشوفش الاخطاء بتاعته؟ طب لجنه الحكام ما بتواجهش الحكام دي بالاخطاء بتاعتها؟ ما انا عايز اعرف، لان دي اخطاء متكرره. ما احنا فاكرين كلنا السنه اللي فاتت ايه اللي حصل، فاكرين كلنا بعض الحكام كانوا بيعملوا ايه في الماتشات الفرق المنافسه. هنرجع تاني من بدايه الدوري، من بدايه الدوري ايه ده، احنا من تاني اسبوع كان كده لحد دلوقتي العمليه ماشيه. يعني انا مش شايف، يعني لجنه الحكام مش ليها دور مع الحكام دي ولا ايه؟ انا من وجهه نظري متهيألي لا، اعتقد ان هي بتمشي الامور، لان لما حكم بلاش حكم عشان ما يقوليش بس ان انت قصد حكم بعينه، لما حكام بيكرروا نفس الاخطاء لا يبقى اكيد عندهم مشكله، يبقى مفيش رقيب في لجنه الحكام، مفيش حد بيقول له انت غلط ولا صح ولا مفيش حد بيقول له حاجه، محدش بيقول له اخطائك كذا عشان يتعلم من اخطائه. هو الحكام دي، ما انا عارف ان الحكام بشر اول حاجه،
وعايز اقول لكم ان الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه. ماشي، جزء من اللعبه كويس، انما لما تبقى الاخطاء متكرره لا طبعا لازم يبقى في وقفه، لازم يبقى في وقفه. احنا وقفنا ورا التحكيم كتير جدا وهنقف ورا التحكيم، التحكيم المصري، لحد ما يشد حيله ويرجع زي ما كان زمان. لكن الحكام نفسهم مش بيساعدوا نفسهم، مش بيطوروا من نفسهم، لان لما تكون في اخطاء ساذجه، وزي ما قلت لحضراتكم انت عندك الفار بيساعدك كمان، يعني الفار بيساعدك، تقوم انت تروح للفار اللي هو بيساعدك وتتمسك برايك مع ان الناس كلها شايفه الصح زي الفار، وانت تبقى مصمم على راي تاني. ليه؟ ايه يعني، هو ده عشان كبريائك ولا ايه؟ انا مش فاهم انا، ولا مثلا مش الفار اللي هيمشيني؟ طب ما خلاص يبقى نلغي الفار بقى، فار ايه بقى، لازمته ايه الفار؟ لا طبعا، انت كحكم بتأدي دورك. ما هو يا جماعه المنظومه كلها لازم عشان تنجح كله ينجح، لازم عشان تنجح كل اللي تحتيهم ينجح، يبقى ناجح كل واحد يشوف شغله ويشوف شغله صح. انما انت عايز تفهمني ان المنظومه هتنجح وعندك فيها فرع غلط، فرع ماشي غلط، التحكيم مش ماشي صح، طب ما المنظومه كلها هتفشل. ده جزء اساسي من نجاح المنظومه على فكره، التحكيم ده، التحكيم ده. وبعدين ايه، يزعلوا لما يجي يقول لك إيه؟ والله احنا مظلومين عشان ما رحناش كاس العالم. تخيل ما فيش ولا حكم مصري في كاس العالم. طب يعني، طب ادوني انتوا رايكم، واللي احنا بنشوفه ده ايه؟ انا ما بتكلمش برضو خلي بالكم على حكم معين، ولا بتكلم على التحكيم عموما. في حكام كويسين، في حكام كويسين، في حكام ما بيتاثروش بالضغوط، في بعض الحكام ما بيتاثروش بالضغوط، في حكام بتتاثر بالضغوط، في حكام بتتاثر بالضغوط، في حكام بتلعب لفريق على حساب فريق، ايوه، في اخطاء، في اخطاء، الاخطاء لازم تتعالج، لازم نقف في الحته دي، لازم نقف. هو لما انت ترجع للفار ومش عايز تاخد برايه، هو الفار ده اصلا ده مش رقيب عليك، ده بيساعدك، ده بيساعدك ويصحح خطا انت ممكن ما تكونش شفته، لكن واضح ان حته الفار دي مفهومها غلط عند بعض الحكام. انا الحكم الفلاني ازاي الفار يمشيني؟ وللاسف اخطاء الحكام بتدفع ثمنها بعض الانديه، يا تفقد بطوله، يا تتعرض للهبوط، او تروح مثلا عليها فرصه اللعبه في افريقيا زي ما حصل السنه اللي فاتت لبعض الفرق، والسنه دي بيحصل واحنا شايفينه قدام عينينا. يعني الموضوع هيطول، لو احنا اتكلمنا فيه الموضوع هيطول، ولكن نتمنى التوفيق لمنظومه التحكيم، نتمنى ان لجنه التحكيم تفوق شويه، نتمنى ان بعض الحكام يصحصحوا شويه، نتمنى ان بعض الحكام ما تتاثرش بالضغوط الخارجيه، ما تتاثرش بالضغوط الخارجيه.